الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بأهم العناوين. الحكومة للوزارات تلاف الملاحظات في الميزانيات. على حد تعبير بيت الشعر العراقي، من حلقت لحية جار له ليسكب الماء على لحيته، اللي يحضر نفسه راح يحلقوا له لحيته. تحذير عراقي من اتساع رقعة الخطر الداعشي. مبنى الركاب الجديد في عهدة الخرافي انترناشونال. سنحدد هذه الأولويات ونبدأ بإنجازها وانتهاء منها الأهم ومن ثم المهم والمهم. اللجان تشرع بعقد الاجتماعات لتحديد الأولويات. إدارة نزع الملكية وإشادات بخمسة عقود من الإنجازات. وفي النشرة تجربة كيميائية تنتهي بسحب دخانية. مستعرضا تقارير ديوان المحاسبة السنوية بشأن ميزانيات الوزارات والإدارات، توقف مجلس الوزراء عند ملاحظة الديوان بشأن عدد من الموضوعات ذات الأهمية والمتعلقة بتلك الجهات وما يترتب عليها من آثار مالية واقتصادية واجتماعية. وقد أشهد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالجهود التي قام بها ديوان المحاسبة في إعداد تقريره السنوي للوزارات والإدارات الحكومية المختلفة للدولة، داعيا كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها. وفي مجلس الوزراء أيضا، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترقية اللواء ركن الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش. في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، التقى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مقر المجلس. وخلال اللقاء الثنائي أكد الغانم أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق السياسي لمجابهة خطر الإرهاب الذي يضرب مناطق واسعة من العراق ودولا أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب يجب أن تعالج على مستويات عدة، سواء كانت سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية. من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الكويت ودفعها نحو الأمام، مشيدا باللقاء الذي جمعه ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس، مصرحا عقب اللقاء أنه لمس حرص مجلس الأمة على تطوير العلاقات الكويتية العراقية والمضي بها نحو الأمام. كان لقاء على درجة عالية من الأهمية اكتسب عندي شخصيا عندما اطلعت على تصوراتهم الجيدة ومتابعتهم للوضع العراقي وحرصهم على تطوير العلاقات العراقية الكويتية والمضي بها بطريق صاعد نحو الأمام، واستعدادهم للتعامل مع الوضع العراقي الجديد وتتبعهم للأخبار العراقية. من طرفنا أيضا وافيناهم بالأخبار والمستجدات التي حصلت بالعراق على كافة الصعود، على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، وتباحثنا أيضا واتفقنا على ضرورة الإسناد المشترك باعتبار أن المجلسي البرلمان هما بيتا الشعب، الشعب العراقي والشعب الكويتي، ونحن عندما نعقد أمالا على كل برلمان بالعالم صورة خاصة البرلمان الكويتي نظرا لعراقته ولتاريخه القديم، إنما نعقد أمال لأننا نعتقد أن المقاربات الحقيقية بين المجتمعين وهي قاعدة الاستقرار الحقيقية بين كل بلدين يكون من خلال مجلس النواب، لأنه بيت الشعب ولأن أعضاءه هم ممثلو الشعب الحقيقيون، وبالتالي نوجه رسالة مرة للحكومة وأخرى للشعب الذي انتخبهم.
في سياق متصل أوضح الوزير الجعفري أن خطر داعش لا يهدد أمن المنطقة فحسب بل العالم أجمع. تصريحات الجعفري جاءت على هامش الندوة التي أقيمت في جامعة الكويت تحت عنوان التطورات السياسية في المنطقة وأثرها على البنية الاجتماعية، والتي شدد خلالها الجعفري على وجوب الوقوف يدا بيد ضد التنظيم للقضاء عليه. بغداد عصية عليهم، الآن بدأ العد العكسي في الحلة والخاسرة الضعف اللي شغلت بالعراقيين، ولعلها تناهت لأسماعكم هي جرف الصخر. الآن سجلوا الأخوة تقدما واضحا وطهروها من الاختراق الموجود، وهذه منطقة حساسة من ناحية الاستراتيجية لأنها تشرف على كربلاء وتشرف على الحلة وتمتد محور من الانبار. داعش تهدد العالم، داعش معولمة. فرد الفعل شفته ووصفته في نيويورك أنه الرد الطبيعي لداعش أن يقف العالم هذه الوقفة وإن تأخر، لأن بلدانكم مهددة بداعش، وكنت أتمنى أن ما تصاب لكن ستصاب. على حد تعبير بيت الشعر العراقي، من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، اللي يحضر نفسه راح يحلقوا له لحيته. في تصريح للرأي أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب عن فض عطاء مناقصة مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، كاشفا أن شركة الخرافي انترناشونال فازت بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأسيس وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، والتي طرحتها وزارة الأشغال بتكلفة قدرها 1,386,000,000 دينار. وأضاف الكليب أن اللجنة ستحيل العطاءات إلى وزارة الأشغال العامة لدراستها وتقديم التوصية النهائية بشأن ترسية المناقصة. في الشأن البرلماني، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف أن تزكيته لرئاسة اللجنة والنائب ماجد موسى لمنصب المقرر تمت بالتفاهم والتراضي بين جميع أعضاء اللجنة. وقال المعيوف أن اللجنة حددت مواعيد اجتماعاتها، كما قررت الاستعانة بالخبرات الفنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني، معلنا عن اجتماع تعقده اللجنة الأربعاء المقبل لتحديد الأولويات. يوم الأربعاء راح نحدد الأولويات المطروحة عندنا. احنا عندنا كثير من المشاريع اللي حولت لنا من الحكومة أو من النواب كاقتراحات أو من المجلس، هذه الكمية من الاقتراحات سنحدد يوم الأربعاء القادم هذه الأولويات، نستطيع أن نتناغم مع أولويات المجلس، لا نريد أن نعمل في معزل عن المجلس. سنحدد هذه الأولويات ونبدأ بإنجازها وانتهاء منها الأهم ومن ثم المهم والمهم. في سياق إخباري مختلف، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الشيخ محمد العبدالله، قال إن منتدى الحكومة الإلكترونية الثاني الذي سيعقد في 9 من الشهر الجاري يشكل نقلة نوعية تحتاجها الكويت لتطوير مراكز المعلومات لديها. وأضاف العبدالله إن حرص القيادة السياسية على رعاية مثل هذه المنتجات ينبع من كون مراكز المعلومات الحكومية تشكل عصب النهضة المعلوماتية لكل دولة. بنفي وجود أي نية حكومية لاستملاك قصر دسمان، جاء تصريح وزير المالية أنس الصالح، والذي أكد فيه أن ما تم تداوله هو استملاك القصر هو مجرد اقتراح لأحد أعضاء المجلس البلدي وليس توجها حكوميا بأي شكل من الأشكال. هذا الموضوع لا يعدو أن يكون مقترح لعضو مجلس بلدي، شأن مقترحات عديدة لا تمت لوجهة نظر الحكومة التنفيذية بشكل من الأشكال، وهذا اختصاص أصيل للجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اللي الآن نحضر حفلتها ومناسبتها، وهي من تقرر المصلحة العامة وترصد ميزانية لأي توجه لتثمين أي عقار. هذا الشيء لم يحدث، لم تتوجه الإدارة نزع الملكية، لم أرى بأي مرئية من مرئيات الحكومة بأن هناك توجه لاستملاك عقار قصر دسمان.
تصريح الصالح جاء على هامش احتفال أقامته إدارة نزع الملكية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها. وقد أشادت كلمات المشاركين في الاحتفالية بمسيرة الإدارة التي كانت زاخرة بالعطاء والإنجاز بدءا من جيل الرواد المؤسسين، وسط التأكيد على أن تأسيسها كان حلقة أساسية من حلقات انتقال الكويت إلى الشكل الحديث للدولة بالتزامن مع الاستقلال والمصادقة على الدستور ضمن الإطار العام للعلاقة المتوازنة بين الفرد والدولة. إن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تواصل سيرها الحثيث نحو تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت، والحكومة لا تدخر وسعا في تقديم ما يلزم لتأدية رسالاتها، فقد كانت هذه الإدارة تاريخيا خير أداة لتحقيق النهضة العمرانية. إذا سعت الإدارة لتطوير خدماتها التي تقدمها للجمهور وللتحول نحو الحكومة الإلكترونية وتحديد تشريعاتها بما يتناسب مع التطور في القوانين والتشريعات، ولعل ما يزيدنا سعادة أن تتزامن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا مع فوز الإدارة بالمركز الثالث في جائزة الكويت الشفافية لعام 2014، والتي تنظمها جمعية الشفافية الكويتية سنوياً ل53 جهة حكومية، كذلك حصول الإدارة على المركز الأول بالنسبة لخدمة المراجعين والمراجع الخفي. في مصر ومن داخل أحد الفصول الدراسية الحكومية تحولت تجربة كيميائية لأستاذ علوم إلى كارثة، فأثناء قيامه بشرح تجربة كيميائية لتلاميذه انفجرت في وجهه التجربة، وتفاوتت ردود فعل التلاميذ على الانفجار بمحاولة الهروب من المكان الذي امتلأ بالدخان، بينما سخر أحدهم قائلا: الله عليك يا أستاذ، الله عليك يا فنان. لنتابع ذلك معا. اي والله، الله عليك يا استاذ. كويت 15 يتفوق، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. اهلا بكم الى الصفحة الاقتصادية. قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وجيبوتي ليست بالمستوى المأمول، داعيا إلى المزيد من التعاون لتطويرها والوصول بها إلى مستوى الطموح. وفي كلمة له خلال استقباله اليوم وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، أضاف الغانم أن هناك الكثير من المبررات التي تعيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة الارتباط البحري والجوي، موضحا أن الكويت تفتقر إلى الكثير من المعلومات عما تصدره جيبوتي إلى الكويت، كما أنها تفتقر إلى الاستثمار في ذلك البلد. ثاني جلسات الأسبوع في سوق الكويت للأوراق المالية أغلقت على انخفاض في المؤشرين السعري والوزني، حيث بلغ الانخفاض في المؤشر السعري 40.19 نقطة، بينما بلغ في الوزني 1.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كويت 15.5%. وقد بلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 15 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 105 ملايين سهم. وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي الأستاذ فهد الصقر. أستاذ فهد، نتابع تأرجحا في الأداء منذ فترة، إلى متى يستمر هذا الوضع؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، ورحب بأخواننا المشاهدين. أكيد طبعا اليوم عندنا يعني شيء رئيسي يعتقد كل المقومات أنه يكون السوق جاهز لإنطلاقه، أعتقد موجودا بيانات مالية من أسعار رخيصة أعتقد بشكل عام، ولكن اليوم أعتقد السيولة ابتعاد المجاميع الاستثمارية بشكل خاص عن دعم أسهمها بشكل مضاربي خلال الجلسة الواحدة هو ما عمل نوع من الربكة. أعتقد اليوم دور الهيئة من خلال تشريع بعض اللوائح التي تجبر الشركات بعملية نسبة دوران أسهمها خلال الجلسة الواحدة صار أعتقد مطلب يعني بشكل عام شعبي،
فاعتقد اليوم من المستثمرين، فاليوم محتاجين فعليا. لاحظنا سيد محمد عندنا اكثر من 120 شركه تقريبا خامله طول السنه، حتى لو كان السوق في نوع من النشاط. فاعتقد اليوم لازم يكون هذه الشركات لها دور في تنشيط الحركه اليوميه من خلال بعض اللوائح التي ممكن من خلال هيئه سوق المال تعمل على تعديلها وتنشيطها من خلال السوق. طيب استاذ فهد، سؤال نوجهه لاصحاب الاختصاص، متى يستقر السوق؟ يعني بكل صراحه مع كل هذه التارجحات والانخفاض، متى يستقر سوق الكويت؟ انا بشكل عام اعتقد ان سوقنا مستقر، يعني ما يعطينا نوع من التخوف للمستثمر. اليوم من يدخل على السوق لا يستطيع ان يقول أن عندي والله تخوف بان يكون عندي هناك نوع من الخسائر الكبيره. ولكن اعتقد اليوم احنا مستقرين عند 7000 نقطه كمؤشر. بشكل عام اعتقد الاسعار في معظمها اسعار جيده عند قيمها العادله، فاعتقد اليوم في نوع من الاستقرار. كذلك لو قارناها باسعار مثل القطاع المصرفي على سبيل المثال، في القطاع المصرفي في اسواق الخليج هنلاحظ ان عندنا اسعار رخيصه جدا وفرص. لاحظنا ان استاذ محمد خاصه بعد البيانات الماليه اللي شاهدناها خاصه في جلسه يمكن اعلان اليوم عند البنك الدولي، وبشكل عام لاحظنا ان هناك في حوالي نسبه 12% ارتفاع كقيمه ارباح البنوك من السنه الماضيه في الربع الثالث الى الربع الثالث، ولا تزال الاسعار مستقره، فهذا يعطي نوع من الدفعه. طيب ال 7000 نقطه هل هي يعني مستوى طموح السوق، ام ان هناك او قدره السوق ممكن ان ترتفع الى اكثر من 7000 نقطه في ظل الوضع الحالي؟ انا اعتقد 7000 نقطه يعني كلمه استقرار اعتقد هي قيمه، يعني ما بقول جيده ولكن هي فعليا تعطي لنا على الاقل نوع من الاطمئنان. ولكن فعليا السوق لو لاحظنا استاذ محمد منذ الازمه الماليه احنا لا نزال يعني انا لازال نقول احنا في قاع الازمه، لان لم نعوض اقل من 10% من حجم الخسائر، وخسرنا تقريبا 10000 نقطه منذ 2000 يعني بدايه 2008 اخر نهايه 2008 بدايه 2009 10000 نقطه، لم نعوض اقل من 1000 نقطه فيها. فاعتقد احنا اليوم مقارنه بالاسواق الخليجيه على الاقل نلاحظ الاسواق الخليجيه عوضت جميع خسائرها في الازمه الماليه، وبدات نشوف ارقام بالمؤشرات ارقام جديده وارقام قياسيه. فاعتقد احنا الان فرص استثماريه عاليه، ولكن فعليا احنا هذا ليس طموحنا في 7000 نقطه. اليوم السوق الكويتي يعتبر من الاسواق الرائده في المنطقه، واحد من اقدم اسواق الاسهم في المنطقه، يحتوي على عدد شركات عاليه جدا واعداد جوده عاليه، عندنا افضل بنك في الشرق الاوسط. فاعتقد اليوم المفروض يكون سوقنا محط الانظار وليس بعض الاسواق طيب الخليجيه اللي فعليا هناك في شركات بسيطه اللي هي تحرك السوق. نعم. طيب استاذ فهد، يعني نتكلم عن عدم تعويض السوق للخسائر، العوامل الجيوسياسيه التي تمر بها المنطقه، انخفاض اسعار النفط، المضاربات، كل هذه الامور هل تضعنا امام وضع معقد لا يمكن بأي حل من الأحوال أن ينصلح وينعكس إيجابا على السوق؟ أنا أعتقد يعني ربطها بهذا المنطق يعني ليس دقيق، لأن اليوم يعني ممكن يكون هذه معامل مؤثر ولكن ليس مؤثر بشكل كبير. اليوم شفنا أسواق الخليجية امتصت بشكل عام هذه الأزمة، نزول النفط إن كان الموضوع جيوسياسي إن كانت هذه أسباب حقيقية، ونشوف حتى الأسواق العالمية ارتدت ارتدادات جيدة. هذا لا يعني انه لا يجوز ان الدفع من خلال مجامع الاستثماريه حركه مضاربيه. احنا محتاجين فعليا استاذ محمد الى صناع سوق حقيقيين كما شاهدناها في السنوات الماضيه في 2005 و6 و7 كان عندنا هناك يعني صناع سوق لكل مجموعه، كان هناك صانع سوق حقيقي يدعم اسهمه بشكل عام، يعمل نوع من التعاون بينه وبين المجاميع الاخرى، نشوف هناك كان في تناغم بالبيع والشراء. اليوم هذا فقدناه صراحة افتقاد كبير جدا، وجزء من هذه السيولة ذهبت إلى أسواق الخليجية وبعض الأسواق العالمية. فأعتقد اليوم فرص فعليا الحقيقية الاستثمارية اليوم عندنا في سوق كمنطقة لو قارناها، ولكن بشكل عام أعتقد في هناك غموض واضح لماذا ابتعاد وعزوف بشكل عام. نعم. اللي يزيد يطلع مبلغ سعد محمد ميخل أخر ثانيتين يتفضل. اليوم هيئة سوق المال يعني تعطينا إشارة يمكن غير جيدة، ليس اسف هي العامه الاستثمار من خلال احتمال طرح لبيع اصول جيده بشكل عام، هذا هل يعطينا اشاره غير جيده ان هذه الهيئه تريد ان تتخارج من السوق الكويتي؟ هذه علامه استفهام كبيره يجب يعني الرد عليها. نعم. المحلل المالي الاستاذ فهد الصقر، شكرا لك. الازرق على طريق العالميه، تابعونا في الصفحه الرياضيه بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من الصفحة الرياضية. غادر وفد المنتخب الكويتي للكاراتيه إلى مدينة بيرمن الألمانية للمشاركة في بطولة العالم 22 لفئة العموم والتي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 9 من الشهر الجاري. وأبدأ أمين السر العام بالاتحاد الكويتي للكاراتيه عماد بهبهاني استعداد المنتخب للمشاركة في هذا المحفل العالمي، مشيرا إلى أن المنتخب سيشارك في 11 لاعبا في مسابقتي الكاتا والكوميتيه. استعد منتخب الوطني للعمومي، استعد للمشاركة في إن شاء الله في بطولة العالم اللي راح تكون في تاريخ 5/11 القادم. فإن شاء الله الاستعدادات قائمة، خاصة بعد مشاركتنا الإيجابية اللي كانت في أنشن. إن شاء الله يعني الفريق جاهز، ونتوقع إن شاء الله أنه يكون لنا نصيب من الميداليات إن شاء الله في البطولة القادمة. وهذه فرصة إن هذه هم بعد إن نشكر الأندية الرياضية خلال مشاركتها الشهر الماضي في أول بطولة للعمومي، اللي ظهرت لنا بعض العناصر اللي انضمت للمنتخب، وإن شاء الله راح يكون لهم كذلك مشاركة إيجابية خلال البطولة القادمة في بريمن في ألمانيا. يختتم المنتخب الكويتي مبارياته التجريبية في معسكره المقام حاليا في أبوظبي بلقاء منتخب اليمن، وهو اللقاء التجريبي الثاني بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب كوريا الشمالية بهدف وحيد. ويستعد الأزرق من خلال هذا المعسكر لخوض دورة كأس الخليج 22 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية في 13 من الشهر الجاري، وتضم مجموعة الكويت كل من العراق والإمارات وعمان. اليوم راح نتكلم على التركيبات، في منها الثابت وفي منها المتحرك. بالنسبة للتركيبات الثابتة، في منها اللافا اللي هو نوع من أنواع الزيركونيوم، وفي منها قشرة اللومينيرز وفي قشرة الفينيرز. بالنسبة لللافا اللي هو يستخدم مع تحضير وبرد للأسنان، وتأخذ هذه طبعا أكثر من جلسة للمريض ومتعبة على المريض. أما بالنسبة لقشرة الفينيرز فهي جلستين تقريبا، يأخذ جزء بسيط من الأسنان وتعطي شكل جمالي اللي يقولون عليها ابتسامة هوليود. وفي منها اللومونيرز اللي هو تأخذ مقاس يحتاج جلستين تقريبا، أول من غير لا إبر بنج ولا أي شيء، وتأخذ من عندها جلستين مقاس للمختبر، ندزه حنا للمختبر ومن غير لا برد للأسنان، ويطلع ثاني جلسة للمريض إنه ماخذ أسنان طبيعية بنفس الجلسة وأكثر راحة، وتعطي صورة جمالية كأنها أسنان طبيعية للمريض. أما بالنسبة للأسنان المتحركة فهي تستخدم للمرضى اللي عندهم مثلا أسنانهم تتحرك، مثل اللي عندهم مرضى السكر أو شيء، خلع الأسنان وتركيب أسنان مؤقتة بنفس الزيارة. طبعا هذا كله يعتمد على المريض يعني. وبالنسبة للتركيبات أنصح جميع المرضى اللي يركبون تركيبات الزيركونيوم أو اللافا أو الفينيرز أو جميع أنواع التركيبات بالمحافظة عليه ومتابعة دورية للدكتور خلال 6 شهور إلى سنة. ما يهمل المريض يقولك أنا ركبت أسنان خلاص يعني ركبت أسنان، لازم المتابعة والمحافظة عليها. ممكن يجيك المريض بعد 1 أو 2 سنين أن الأسنان كلها دمار أو منتهية، فهذا معناه أن اللثة أصبح فيها مشاكل لأنك أنت ما تتابع الدكتور بصورة منتظمة، ولا يمكن حصل فيها جيوب بين الأسنان واللثة، ممكن روائح الفم من ضمنها. يقولك المريض أنا قمت بعد ما ركبت الأسنان قمت أحس بريحة فم قامت تطلع أو شيء، أنت ما قاعد تراجع الدكتور. هذا معناه دليل على أن في بعض البقايا الأكل موجودة بين الأسنان وبين اللثة، لازم تراجع بصورة دورية ومنتظمة لدكتور الأسنان على أساس تحفظ على ابتسامة ورائحة إن شاء الله سليمة بإذن الله. عيادة الميدان، نحن نصنع الابتسامة. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت.
وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.